عيدة علينا كلنا وعلى مصر الأمة الإسلامية جميعا يا رب إن شاء الله. كل سنة حضرتك طيب ورمضان كريم يا سيدي. ربنا يكرم وأنت طيبة يا نور حكينا. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكركم كلكم على متابعتكم لحلقتنا من طالع لبنان، وبكرة إن شاء الله استنونا في حلقة جديدة من طالع لبنان على 88.7 اف ام. على راديو مصر، راديو مصر رمضان يجمع. غيرك معقولة خلاص ناوي الفراق، وهمك الأشواق.